بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس 29 اللي خاص بكورس اليونت تيستينج. في هذا الدرس سنناقش تايم أوت أند إغنور أتريبيوتس. محمد ما عرفه، في هذا الدرس راح أتعرف على كيفية استخدامنا للتو أتريبيوتس اللي هم تايم أوت والإغنور أتريبيوتس بداخل تقنية اليونت تيستينج. أوكي، بالبداية خلينا نعرف اللي هي ماهية استخدامنا للتايم أوت. التايم أوت يستخدم لأجل أن أحدد وقت لتنفيذ هاي اليونت تيستينج. تمام، خلينا نشوف هذا الأمر بشكل عملي. أنا بروح مباشرة عندي هون، لاحظت احنا ضمن هذا البروجكت اللي هو فعليا اسمه attributes، في عندي هون اللي هو unit test 1 class، وبداخل هذا الكلاس فعليا في عندي أكثر من test method، وبداخل التست method مثلا 1 بدي أقوم أنا فعليا بتنفيذ هذا unit testing على سبيل المثال لمدة ثانيتين. فبالتالي حتى أحدد هذا الأمر راح أقوم مباشرة باستخدام هاي الattribute اللي اسمها فعليا timeout، وراح أقوم الآن بتحديد عندي هون اللي هو التايم بالملي سكند. وطبعا كل 1000 سكند، عفوا في كل 1000 ملي سكند بتساوي 1 سكند. تمام، فبالتالي لو الان مباشره حطيت عندي هون مثلا 2000 ملي سكند، هذا يعادل 2 سكند، بمعنى ثانيتين. فبالتالي الان لو بروح مباشره عندي هون وباجي بعمل بيلد للبروجكت، بحط لحظه عندي هون اللي هو بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. لو بروح مباشره ضمن عندي هون اللي هو التست، وباجي بعمل عندي هون اللي هو run all ضمن التست اكسبلورر، لاحظ لحظه فعليا تم تنفيذ عندي هون اللي هو كل اللي هو التست ميثودز، لكن راح تلاحظ انه التست ميثود 1 فعليا راح تحتاج وقت اكبر. ليه؟ لانه فعليا هنا محدد لها اللي هو فعليا اللي هو 2 سكند. اوكي، الان خلينا نعرف فعليا انا وين بستخدم عمليا هاي اللي هي الاتريبيوت، لانه هذا هو سؤال مهم جدا. الان تخيل انه فعليا في عندي كود عمالي بفحص فيه ضمن التست ميثود، وهذا التست ميثود 1 ما بداخله من كود فعليا ما في عندي اي ريسبونس، وبالتالي راح يتم فعليا اللي هو الانتظار اذا ما يتم عمل البروسيس للكود الموجود بداخل التست ميثود 1. فبالتالي هو فعليا عمل بلوكينج لكل الانذر تيست ميثودز المتبقين بداخل هذا الكلاس. فبالتالي حتى اتجنب هيك حاله، فبالتالي انا بحاجه لاني اقوم فعليا بوضع عندي هون اللي هو التايم اوت. حتى تكون الامور واضحه، لو باجي الان مباشره باجي بستخدم عندي هون اللي هو سيستم دوت ثريدنج دوت عندي هون اللي هو ثريد دوت سليب على سبيل المثال، وبقوم الان باعطائه مثلا وقت خليني نحكي كبير جدا زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان تخيل انا فعليا ما في عندي هون اللي هو التايم اوت، فعليا شو اللي راح يصير معي؟ اوكي، فخلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. الان لو بروح مباشره بعمل عندي هون اللي هو بيلد البروجكت بيلد سكسيدد، لو بروح مباشره ضمن التست اكسبلورر بعمل عندي هون اللي هو ران اول، الان راح تلاحظ انه راح يقوم الان فعليا بتنفيذ الميثود الاولى، والان راح تلاحظ انه هو عباره عن ستيل بعمل بروسيسنج للتست ميثود 1. فبالتالي بما انه الوقت كبير جدا، فبالتالي هو فعليا راح يعمل لك ايش؟ راح فعليا يعمل بلوكينج لكل الاذر تست ميثودز، فبالتالي ما راح يتم تنفيذ اي تست ميثودز اخرى. تمام، ريثما يتم اللي هو الانتهاء من تنفيذ اللي هو تست ميثود 1. فبالتالي انا فعليا هيك انا عملت بلوكينج. فبالتالي تخيل في انك كود موجود ضمن التست ميثود 1، وهذا الكود هو فعليا ما في له اي ريسبونس او باخذ كثير من الوقت، فبالتالي هو فعليا عمل بلوكينج لكل الاذر تست ميثودز من انه يتم تنفيذهم. فبالتالي بهاي الحاله انا بحاجه لاني افعل اللي هو التايم اوت. خلينا نجي نعمل الان كانسل، لانه بروح مباشره بفعل عندي هون اللي هو التايم اوت، فبالتالي راح يقوم الان بامهاله فقط 2 سكندز ليتم تنفيذ هاي التست ميثود. الان اذا ما تم الانتهاء منها فعليا راح يعطيني اللي هو خلينا نجي نحكي كومبليشن ايرور، وبعد هيك راح يتم فعليا تكمل التنفيذ عندي باقي الميثود اللي هم التست 2 اند تست 3. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. انا باجي مباشره بعطي عندي هون اللي هو ران اول، لاحظت انه فعليا استغرق عندي اللي هو فعليا 2 سكندز، و في نفس اللحظة قام بتنفيذ باقي الميثودز اللي هي تيست 2 and تيست 3. فبالتالي أنا بهاي الحالة أنا بستفيد من اللي هو التايم أوت. فبالتالي إذا بكل بساطة هاي الميثود في الفعلية نحن نستخدمها، عمالي بقصد هون عن الاتريبيوت. تمام، هاي اللي هي الميثود اللي هي decorated with timeout تستخدم في حال أنا متعامل مع كود وهذا الكود ما في له فعليا response، فبالتالي إذا ما كان في response فبالتالي راح يتم عمل blocking للأذر unit tests.
اوكي، فبالتالي الان خلينا نجي نتعرف على اتريبيوت اخرى اللي هي تعرف بالاجنور. الاجنور بكل بساطه هو فعليا انا بدي اتجاهل تنفيذ تيست ميثود معينه، وبالتالي هذا الامر بيتم تحديده عن طريق اللي هو الاجنور اتريبيوت. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. اوكي، راح اروح الان مباشره عندي هون، ومباشره راح اقوم عندي هون باستخدام الاتريبيوت اللي اسمها اللي هو اجنور. اوكي، الان راح اروح مباشره عندي هون، لاحظت لحظة انه هون عمالي بعطيها اللي هو sleep. الان لو باجي بعمل build، الان لاحظت لحظة انه build succeeded. الان بروح مباشرة ضمن التست اكسبلورر وبعمل عندي هون اللي هو run all. الان راح يتم فعليا تجاهل تنفيذ التست ميثود 1، وراح يتم تنفيذ باقي اللي هو اليونت تيستس ميثودز. اوكي، الان خلينا نشوف هذا بشكل عملي. لو باجي الان بعمل عندي هون اللي هو run، لاحظت لحظة انه اعطاني التست ميثود 1 تيست skipped، تم فعليا اللي هو تجاهلها وعمل عنها ignore، في حين انه نفذ اللي هو باقي اللي هو التست ميثودز اللي هم التست ميثود 2 and test method اللي هو 3. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا لليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great